تشرب حب مدينة عدن وحب تراثها منذ الصغر. إنه وديع أمان وجه المدينة لهذه الحلقة. نشأ في أقدم الأحياء الشعبية بمدينة عدن وترعرع في أسرة مثقفة عرفت بحب التراث، فتشرب منها هذا الحب وترجمه إلى فعل ملموس في مدينة غنية بالآثار. بدأت مرحلة طفولتي في حافة القطيع، حافة القطيع العريقة، والقطيع هي من أقدم الأحياء الشعبية في مدينة عدن. عشت في أسرة محافظة وفي جو أجواء أسرية مفعمة بالثقافة والحب والوطنية. بدأ الشاب وديع أمان حياته الإبداعية شاعراً قبل أن يتحول إلى باحث متخصص في مجال الآثار، وكانت تجربته الشعرية ورغم عدم انتظامها غنية بالكثير من القصائد، بعضها لا زالت تغنى حتى اليوم محلياً وخليجياً. طبعاً الموهبة الشعرية توارثناها، والحمد لله في لي بعض المشاركات والمساهمات كانت بمثابة بداية أو تجربة أولية، والحمد لله في بعض يعني مساهماتي أو كلمات أو أعمال لا زالت تغني إلى اليوم لفرقة القلعة الشعبية، وأيضا أغنية يغنيها الفنان السعودي عبد الله البريكان كانت محاولة باللهجة الخليجية. يعني مش مهتم أنا بهذا الجانب كثير، فقط إلا في وقت الفراغ أو على ما يجي لي هاجس. تفرغ قبل أكثر من عقد من الزمن لرصد وتوثيق آثار عدن ومواقعها التاريخية، وأدار في سبيل ذلك الكثير من الأنشطة الثقافية والجماهيرية عبر مركز تراث عدن الذي أنشأه بجهود فردية وبتمويل ذاتي. عدن تختزن يعني العديد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وتاريخها متشعب وعميق ومتفرع في كل المجالات وعبر عدة عصور. وقد لاحظت بأنه إلى حد الآن يعني ما كانش في مركز تراثي أو جهة تعمل في حصر ونشر وتوثيق جميع تاريخ وتراث مدينة عدن ونشره للعالم بصورة عفوية ومجانية. والحمد لله كانت فكرة وبدأنا حبة حبة، يعني فكرة كانت جديدة وضرورية وفكرة ملحة فرضتها الحاجة والوضع والأوضاع الراهنة والمعاناة التي عاشتها أو عانتها عدن خلال 50 سنة الأخيرة تقريبا، لأنه لاحظنا بأنه يعني هناك إهمال كبير في الدور الرسمي والدور الحكومي بالاهتمام بالآثار والمعالم الأثرية والتاريخية وكذلك التراث الثقافي للمدينة بشكل عام. بدأ وديع نشاطه الفعلي في حماية الآثار القديمة وإحياء التراث العدني خلال 6 سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وواجه حينها صعوبات وعراقيل حكومية بدءا من السلطة المحلية في عدن وانتهاءا بالسلطة المركزية في صنعاء. واجهنا بعض الصعوبات من الجهات الحكومية للأسف. الصعوبات كانت بداية في الاعتراف الرسمي والحكومي بهذا المركز الوليد الجديد. تقدمنا بمقترح للأخ مأمور مديرية صيرة الذي كان حينها في سنة 2009 تقريبا، خالد معروف عقبة، الذي بدوره رفع مقترح أيضا للمحافظ محافظة عدن بتخصيص مقر المجلس التشريعي كمقر مؤقت لجهتين تعمل في مجال المعالم الأثرية والتاريخية، كانت جهة مركز تراث عدن وجهة أخرى. للأسف تأخر المقترح في المحافظة 6 أشهر. بعد 6 أشهر تفاجأنا بأن المحافظة
أعلنت عن تأسيس أو إنشاء مركز تراثي جديد، مركز تراثي جديد تحت مسمى مركز التراث العدني. طبعاً مركزنا هو مركز تراث عدن، وهذا مركز التراث العدني تقريباً نفس التسمية لكن مع ألف ولام هنا و... طيب، وأعلنوا برضو في الخبر الذي نشر في الصحف هذه الأيام في 2009 بأن المقر سيكون مقرهم هو المجلس التشريعي الذي نحن رفعنا المقترح إلى المحافظة بأن يكون مخصص للجهات التي تعمل في التاريخ. يعني أخذوا المقترح كامل وأسسوا مركز وأخذوا التسمية كمان في نفس المكان. غير أن تلك العراقيل لم تضعف من معنويات الشاب الشغوف بحب مدينته وتاريخها العريق، بل زادته إصرارا على مواصلة نشاطه التطوعي الذي لم يقتصر فقط على الرصد والتوثيق، بل توسع ليشمل أنشطة ثقافية وجماهيرية للتوعية بأهمية عدن ومكانتها التاريخية. مركز تراث عدن وضمن أنشطته الثقافية يقيم سنوياً مهرجاناً للاحتفال بعدن، واختار تاريخ 13 فبراير يوماً لهذا الاحتفال السنوي الذي أطلق عليه يوم الوفاء لعدن. ويتوقع وديع أمان أن يكون مهرجان عدن الثالث خلال العام 2017 أكثر نجاحاً وأوسع مشاركة. خصصنا 13 فبراير كيوم الوفاء لعدن، نحتفل فيه من أجل مدينة عدن، نعبر فيه عن حبنا لمدينة عدن. كان المهرجان الثاني في 2016 بعد الحرب، بعد تحرير عدن من الميليشيات الغازية، وأقمنا في صهاريج الطويلة والحمد لله لاقى نجاح كبير، وتم تغطية المهرجان من قنوات عربية وخليجية ومواقع إلكترونية وأخبارية خليجية، العديد من المواقع، صحيفة الإمارات نشرت، صحيفة الاتحاد الإماراتية، صحيفة عكاظ نشرت خبر السعودية، الحمد لله. وننوي في مهرجان عدن 3/2017 بإذن الله أن يكون بشكل أكبر وأفضل من كده. يعيش وديع أمان على أمل أن يرى عدن وقد استعادت مكانتها التاريخية ودورها الريادي الذي لا يجهله أحد، ويعاد تصنيفها كأفضل المدن عالمياً. أعتبر نفسي أحد نشطاء مدينة عدن المحافظين على معالم هذه المدينة، سواء كانت تاريخية أو ثقافية أو دينية أو إسلامية، حيث ما كان مثلا على سبيل المثال قضية معبد جين، معبد هندوسي، طبعا خلاص ما فيش عندنا لا هندوس ولا نصارى، ولا نحاول نحافظ نحن على الحجر، الأثر نفسه، لأنه أي مبنى تجاوز عمره، هذا في قانون منظمة التراث العالمي اليونسكو، أي مبنى تجاوز عمره 100 عام يعتبر تراث إنساني عالمي. وديع أمان أثبت دائماً بأنه ابن عدن البار الذي يسعى دائماً لدفعها نحو الأمام وحماية تراثها الإنساني، فالله قد جملها بالبحر والمكان، وبقي على الإنسان الحفاظ عليها تاريخاً ومدينة.